موجود اليوم ولي غليظ موجود تبارك الله. الخوت كل شيء يعيد، اللي عنده غير يعيد واللي ما عنده غير يعيد هذا العام ان شاء الله بلا ما يخلعكم هذا الشيء. التطوير راه بالتاريخ ديال اليوم، اليوم 20 شهر 5 2024، غادي ندخلوا نغطسوا في السوق ونعرفوا لكم الاثمنه ديال كل حاجه هنا في السوق ان شاء الله ديال الحولين. هو راه كاين المليح والثمن راه طاح الخوت، حيت ما كاينينش الشرايه بزاف والعيد راه مازال باقي بعيد وبنادم مخلوعين، راه ما كاينش الشرايه وراه طاح الثمن والشناقه راه غنحاربوكم. المهم الشناقه حنا معاكم. الغليظ الحوليه ديال المهدي، ومرحبا بالجميع وتحياتي لخوتي المغاربه من داخل وخارج الوطن. ما تنساو الجيم وتبارطاجيو معنا باش تعم الفائده. الله يرحم الوالدين، بارطاجيو وما كيديروا لا جيم لا بارطاجي لا كومونتير، تفرجوا ويدوزوا خليو جيم. الله يزيد فيكم خير. نشوف هادو عاد العام هو بيع وشرى، نشوف شحال شاري العام. صباح مبروك، كيداير شويه بخير امور مزيان. الله ينورك، الله عزيز علينا، نقولوا غايبه عليك. دابا هادو، دابا هادو بشحال خلاصهم؟ 60000 ريال. هادو دابا 6000 درهم بجوج، 60000 الكل 3000 درهم. الله يجعل 3000 درهم، هادو داير 2000 درهم برا وجوله. تبارك الله، انتم الخوت راه الحولي ديال 3000. هذا ماشي حولي ديال 3000 درهم، 2000 درهم هذا، هذا بعدا 2000 درهم. درهم ها هو، الله يجعل البركه. يقنع الله يجعل البركه، والله يحفظك عامر، الله يعرضك السلام. دابا باش خلص من عند الكساب 6000 درهم 120. الله يحفظك، الله ينورك، الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك خويا. هذه حولية كاينة عند العم، وغنسولو الثمن اللي عطاو، راه بالي كساب الخوت. العم حولية الدراري دايزة في العيد ولا ما دايزاش؟ ما دايزاش. صباح مبروك، شحال عطاوك الثمن في هذه الحولية؟ 32000، 1600 درهم. ها هي الخوت، هذه راه الله يجعل البركة، راه قاضية الغرض، 32000 اللي كيعطيو عند الكساب. يعني هنا 1600 درهم، الله يسخر لك عمي، الله يعرضك السلامة. العميم طالع عليه الدم، 1600. مشيو تيجا. الله يلا قال لك 1600 درهم. آخر الحباب. هذه لقيتها عند واحد الصديق شاريها، كان شاريها الخوت، راه الصديق ديالنا هو كيعرفنا معنا في السوق. خويا العزيز الله يحفظك، الله يكبر بيك. بشحال مشراها خويا؟ مشراها شحال خويا؟ مشراها 30 1500 درهم. خليني نشوف سمينه خويا، سمينه كاين شي تقريبه في الحوليه؟ سمينه ياك، سمينه يا خويا علمتي سمينه، ناقصنا الحليب خويا، ناقصنا الحليب. خالصه ب 1500 درهم، زينه والله الا زينه خويا، هذه مزيانه خويا. 1000 درهم هذه ديها تمشي توكلها تعيشها، فهمتي، توليك وتستافد من الحوار، ما تذبحوش حتى مريض مزيان، كيذبحها وليا مزيانة مزيانة، تمام مزيان. تعيد شي واحد على قدو، الله يسخر. ضربوا لي على الشنقة، شو كي شنقة قاجها مسخوط، دير لها قنبة الجميع. راه معايدة عيوية، راه مع الوليدات ديالو، مع الوليدات ديالو معايدة مزيان. وازنة وازنة، شحال توزن كيلو بحال هذه دابا؟ شحال توزن؟ ما عرفتها، لا تيرشها بلاد 20 كيلو، الله يجعل البركة، الله يسخر عمي. 20 كيلو الله يحفظك يا مرضي الوالدين، الله يرضي عليك. هذه كامله قال لك فيها 20 كيلو، بغا فيها 1500 درهم، حرام اصاحبي. السلام عليكم عمي، صباح مبروك. واش هذا شاري ولا كسبتك؟ كسبتي. شحال عطاوك؟ 60000. 3000 درهم، جر جر شويه جر، 3000 درهم هذا كيعطيوه الخوت عند الكساب. انت جر شويه جر. دابا الله عرض الله، واش هذا 3000 درهم؟ 32 36000 ما تفوتوهاش في هذا. كاع جر 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 جر. ماشي يقول لكم 6000 درهم تقولوا لي 5000 درهم، راه ما يقول لك 6000 درهم قول لي 70000. اللي ما شريت نزع عمي الله يحفظك، هذا 3000 درهم مزيان، 60000 60000 هذا الخوش كيعطيو عاد الكساب. والله يسخر ليك، الله يجيب السلامة. سامحني خويا، خويا جواد دابا هذا الخروف ديالك راه كسبتك، انا عارفين الكساب. ربي شحال عطاوك نفسه؟ 36000. دابا هذا الخوت 1800 درهم، راه معيد الخوت، راه سمين، راه ماشي زعما، راه سمين، الله يجعل البركه. 1800 درهم، يبغى يقضي الغراض مع الوليدات، قاضي الغراض، ويبغى يقلب على، راه كاينه 130000. بارك اغلى مزينه، وبحمد الله لاباس، كدير بخير، امور مزيان، هاني. وتالي هذا الخير اش كيعطيوك الثمن؟ 94000. شحال؟ سمعتش قال لي؟ قال لي 94000. انت وياهم؟ 94. وراه واحد السيد ورايا قال لي انا اللي عطيته 94. 94000 هنا
4200 درهم باقي كلهم صنع الحليب كلهم صنع الحليب تبارك الله الله يبارك واود العم انت اللي عطيتو الثمن لا عطينا ليه هادو شي الناقه هادو كيكونوا متفقين معاهم فهمتيني وكيبقى يعطي زعما الثمن باش يجي واحد ويعطيك اكثر منه ويدي هادو راه قالب خطه شناقه خطه وقالب 94 الف باقي 110 انتما كسابه عطيتو 94 الف 4700 درهم هادوك ماشي كسابه كدابه سيدي الله يسخر لكم الله يسخر الجميع الله يجيب السلامه غلا مزينه تبارك الله مليحه وراه كيقول كلها باقا سنا الحليب راه عاطينو 94 وهو كيطلب واقيلا شي 110 ولا الله اعلم كيطلب شي 110 قلتي لي كيقول 110 عطاو 94 كيقول 110 94000 4700 درهم نمشيو لاتجاه اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم الله يجيب السلامة والله يدير الخير جميع بارطاجي وخليو الجيم الله يجزيكم لكم خير هذا سردي مليح صباح مبروك اخويا بخير امور مزيان اش داير سنو؟ سن ديالو تني دابا هذا بشحال مشري اخويا؟ مشرى ولا اللي بغينا لا بشحال مشري قلت لك انا هذا مشري ب 5000 درهم 100000 100000 وعاطي لنا 6000 وباغيين 9000 ما كتمرقوش 1000 ريال 5000 درهم واش كيقول شاري من عندك 5000 درهم؟ اي 5000 درهم شاري 5000 درهم وزاد لي 1000 درهم ديال الرباح وما بغاش يبيعو 6000 درهم وحالو ما يعقلكم شحال بغا فيه زيد زيد غادي ندور معاه مولاه من ولاد بوكرين تبارك الله ياك مولاه من هنا من قلعه سراغنا ولاد بوكرين قلعه سراغنا تبارك الله كل مليح المعلم تبارك الله الله يجعل البركه تلوزات عندهم فروقين تبارك الله يسخر الله يجيب السلامه لا زين الله يبارك الله يبارك زين ونقي نقي باين عالف ونقي هذا باين عالف ونقي تبارك الله الله يسر ود عمي 5000 درهم باش خالص الخوت تمشي وتيجي اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم بسم الله تبارك الله الله يبارك هذو زينين غادي ندور معاهم الخوت ونعرفوا ثمنهم ولا مويان خويا صباح مبروك دير بخير امور مزيان عطاوك الثمن هذو هادي 100 شحال 100 5000 درهم عين كلهم سنا الحليب عطينا مشراهم شحال مشراهم خويا مشرا ب 97000 97000 خوت 4850 اللي قال المشرا 4850 تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله ييسر لكم الله ييسر الامور والله يجيب السلامه الله يسلم مرضي الله يحفظك تبارك الله عليك تبارك الله الله يبارك نعرفوا الثمن ديال هادو مويان عاد كسب اكسبتو كسبتو اكسبتو شحال عطاو 75 75000 اي 75000 1000 و عفوا 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 سمحوا لي 75000 3750 75000 ياك 75000 قلتي لي 75000 3750 سامحني اخويا 3500 درهم مشاش ديال 30000 تبارك الله الله يجعل البركه هادو راه نقيين عاد كساب يا كسبتو هو كسبتو الله كلهم كسابه وفينا هما الشناقه هادو راه الشناقه هادو هادو راه كاملين كيشريو عاودو يبيعو الحوالة شري ب 30 يبيعو ب 60 طرفين نص تما حفظك الله يسلمك ما معاهمش هذا ياك هذو راه مساكن الله يحسن العوان راه كيخدموا مره في العام هاد الشناقه هادو فهمتي كيعاودوا يبيعوا ويشريوا فهمتيني بوفري كياكل العصا هما راه بوفري وكيزيد البوفري ياكل العصا حتى هو معاهم هادوك عطاهم 75000 3750 وهذا خويا العزيز هاد الغليظ شنو عطاهم؟ 105 شحال؟ 105 105000 5250 درهم سنا الحليب هو؟ ستاتي ستاتي وانت سداسي هو ستاتي وهو هو سداسي ولا خرج معي ستاتي الله ييسر الامور ندورو معاه شكوني الاخوان الحولي ديال 105 قلنا لهم 120 ديالنا ها والله ييسر اسيدي شي واحد بحالك كتولي عارفني كتولي تشري لي بحالك بغا يبيع هذا قال لك بغا يبيع ويشري كل بغا شي واحد شري وتبيع هنا سوق الله يسخر خويا سعيد الله يسخر المهم هذه راه خلص اخويا سعيد ب 2500 درهم وعلى الله غادي تبيع ان شاء الله راسنا فيها شي بركه نبيعو خفتها الله يسخر لك الله يحفظك الله معك الله يحفظك شوفوا هذا واحد العم العم صباح مبروك
كي داير بخير امور مزيان هاني صحيحه كلشي بخير. هذول نقيات تبارك الله سمانات باينه فيهم تقليبه ديال العيد الاضحى. شحال الثمن باش خلصات؟ 56000 باش نخلصهم؟ 56000 الوحده. 56000 كل وحده بانوا لي بحال فيهم الثمن عمي هذو. ها؟ فيهم الثمن؟ ها؟ حيت سمانات زعما ياك؟ لا فيهم فطر ما نبيعهم. 56000 يعني 2800 درهم كل وحده. الله ييسر لك عمي. الله يعرضك السلامه. هضروا مع شي ديال العداد الحولي ديال شي فيرما وتهلا فيهم تعطيهم القاص ويولدوا لي بالرجوله. شي اللي قال قال باش مخلصهم هادو راه حوليات بلاضه تهم الله يبارك اللهم بارك. حوليه راه موجوده ثاني في السوق. سي بوحب لاباس صباح مبروك كي داير بخير الله يبارك. هادو راه بلاضه زينات الله يبارك نعرفوا ثمنهم. خويا بو محمد هادو شحال الخلاص؟ شحال خالصين؟ خالصين هنا ماشي هنا؟ ما عليكش مشري سوق اخر شحال كيعطيوك هنا في هذا السوق؟ 62000 3100 درهم الله يسر لك خويا بو محمد. السلام عليكم وعلى مين؟ هادو شحال خالصين هاد الثلاثة؟ سيدي 54 54 ثلاثة؟ وي عطاوني جملة العرام 54 ياك؟ اي العرام ثلاثة شديان ثلاثة عتارس ثلاثة مزيانين العتارس مزيانين العتارس ناضي العتارس ولا عتارس ناضيين هاد العتارس هاد الدراري اش بالك فيهم؟ عتارس ب 54000 ثلاثة 2700 درهم مزيانة حتى ب 3000 درهم مزيانة 1000 درهم الواحد مزيانة ناضي معيد مخير سمان الحليب سمان سمان يعيدوا هاد العام والله يجعل البركة خير كثير تبارك الله الله يسخر لكم الله يسخر الله يسخر بغا يتعدي عليهم هذا وقال لك بي شنو هذا صغار اصاحبي ترى صغار هذا بغا يتعدي عليهم يسخر لكم عمي هذا راه شتي صغير 850 درهم هذا شتي صغير تعداو عليهم هذا ماشي ديال الذبيع هذا والله الا ماشي ديال الذبيع هذا العام الجاي عاد باقي تعدي عليه باقي صغير اصاحبي الله ييسر لك عمي الله يعرضك السلامة الله يبارك نشوف هادو الدرايبات خارجات عجل وراك كيدير بعدا بخير امور مزيان هاني مرتاح صحيحة هادو خويا بشحال خرجتهم هنا من السوق 71 وهادي 79 لا تا عاود قول لي عاود هادي 71 وهادي 79 71 اخويا كنصوروا الله يرحم الوالدين دابا يلاه كنحبسوا ولا شو دابا واش ما بانش لي واحد الطريقة تصايور هادي اللي مزير انا سبحان الله ودابا انا ما كنزيد ما نقص دابا مرضي الوالدين الله يرحم الوالدين هادو شحال خالصات بجوجات 171000 يعني هذيك خلينا في وحده هذه اللي بايض هذه هذه 8550 وهذه 171 حتى هي 171 حتى هي 8550 الله يسخر خويا سيدي بشحال ديتها هنا في السوق بحال مشات سير الله يسخر بحال مشات عمي بشحال مليون وجوج ياك خالي مليون وجوج تبارك الله